البنات كي دايرين لاباس عليكم اليوم غادي نتلاقاو فيديو جديد غادي نتقاسم معكم تحضيرات اللي درت لعيد ميلاد ديال ولدي يلا دار عام اول عيد ميلاد بغينا نفرحوا به المهم غادي نتقاسم معكم داكشي اللي درت داكشي كيفاش اورغانيزيتو كيفاش صوبت شنو تقديت شنو خديت الوغ نبدا معكم البنات اول حاجه خديت هاد الطبيسلات هادو خديت ديال فيم هكا واحد وخديت الكويسات اللي كيمشيو معاهم خديت هاد اللي كيجيو هكا فقرات خديت الوليدات وخديت حتى البنيتات اللي غادي يجيو خديت اليوم هاد الشكل هكا غوز هادي غير الشميعه خديت هادو غادي تشوفو من بعد غادي نزوق بيهم خديت جوج البيض وجوج خديتهم في البلاستيك هكا هاد لي بابي خديتهم حتى هما في البلاستيك هادو باش غادي ياكلوا لي فيرين ها هما ما عارفين هاي كتكون ذكية سامية خديتها من هذاك نيغوتسو اللي ديك النهار مشيتو معايا ليه وخديت هاد الطيله بحال هكا في البلو درتهم فيها المهم جاتني فكره زوينه شنو نوريكم عاوتاني هكا بحال هكا ديزاستوس وصافي هاد لي هاد الكادر شريتو غير كادر وخديت هاد لاتوف خديت هاد التصويره هادي خديتها من الانترنيت امبريميتها ودرتها في هاد الكادر فيها هابي بيرثدي المهم جاتني فكره زوينه انا بعدا عجبتني خديت هكا لو كادر خديته في لارجونتي شنو اخر خديت هادي البنات هاد ديسبنسر خديته فريمون زوين هذا فيه كيهز 8 لتر توب هكا كوم صح حيت انا غادي ندير بوفي الناس ياخذوا بوحدهم يتسيرفيو راسهم بلا ما نحط هكا المنظف ما هكا جاتني هاد لاسيو زوينه انا عجباتني غير 8 لتر غادي تشوفوا غادي ندير غادي يجي الشكل ديالو زوين غادي نعمرو خديت هادي غادي نزوق بها لي بالون هما لي بالون خدينا بزاف نفخناهم وغادي نزوق بهم المهم صوبناهم من راسنا صوبت بزاف الاشكال شنو الحاجه اللي غادي نتقاسم معكم عاوتاني البنات هما هاد لي بونبون خديتهم درتهم بهذه الطريقه كنت باغا الصراحه ندير كل واحد ديالو سينو قلت جي بريفير انني ندير ليهم بحال هكا خديت هكا بزاف الاشكال ديال لي بونبون ودرتهم في هاد لي بونبونيير شنو الحاجه اللي نقدر صافي نوريكم البيسه اللي غادي نلبس لولدي خديت لي هاد البونطالون واخا كنت باغا ليه شي حاجه خديت لي هاد البونطالون فيه هاد لي بروتيل خديت ليه اون شوميز بلونش نو عاديه خديت ليه فين البابي البابيون ضروري من البابيون صافي هادو حتى هي تا ما خديتهم لي باش يلبسهم اليوم شنو اخر بونس هادشي لي هادشي لي خديت سينو غادي تبقاو معايا البنات غادي تشوفوا غادي نتقاسم معكم كاع لي روسيت لي غادي ندير وغادي تشوفوا الاجواء كيفاش غادي يدوز غنحاول نصور لكم واحد شويه وغادي نصور لكم كيفاش غادي نقاد طابلة صراحه كنت باغا بوفي هكا ندير بوفي طويل هكا ولكن ما لقيتش اون طابل هكا جايه عريضه وطويله دونك قديت باللي كاين ودرت غادي نشوف نوريكم كيفاش غادي ندير ان شاء الله البوفي هنايا في الصالون وبقاو حتى الفيديو الاخر نتمنى ان الفيديو يعجبكم لاول مره غادي يشوف لاشين ديالي ما ينساش يدير جيم ويدير سابوني كوم سا نكبروا اكثر واكثر جيسبر ان الفيديو فريمون يعجبكم انايا هادشي اللي درت كله الصراحه درته من قلبي عجبني بزاف ومرحبا بكم يلا البنات اول حاجه غادي نبداو بها هي التحضير ديال الكب كيك اللي غادي نديرو فوق منهم لاكريم من بعد غادي نوريكم كيفاش كدار الكيك غادي نحتاجو 4 البيضات 200 غرام ديال السكر 100 مليلتر ديال الزيت 100 مليلتر ديال الماء 400 غرام ديال الفورس وجوج 3 المعالق كبار ديال الكاكاو وهنايا عندنا 10 غرام ديال ما غنديرهاش كامله 10 غرام ديال الخماره ديال الحلوه ورشاشه ديال الملح ها هي البنات غادي تبقاو معايا غادي نخدم اول حاجه البيض مع السكر ومن بعد غادي نضيف السوائل غنخلط النواشف كامله ونضيفه ونخلطو كلشي
الفرن عندنا درجه 180 درجه وغادي دابا نشدي هذاك الخليط درته في هذا باش تجيني العمليه هكا سهله وغادي نبدا نخوي في هاد ما غاديش نحاولوا البنات ما تعمروهمش تخليوه فين طلع نبقاو غادي كنعمروا بهم شويه بشويه تنكملوا غادي تقريبا هاد الخليط كيخرج لينا 12 خرجنا من الفرن ها هما غنخليهم ان شاء الله حتى يبردوا وغادي نصاوبوا لهم لا كريم اللي غادي تجي فوق منهم وغادي نوريكم كيفاش غادي نزوقوهم ان شاء الله الوغ البنات دابا غادي ندوزو لتحضير الكريمه اللي غادي نحتاجو باش نديرو فوق لي كاب كيك غادي نحتاجو الماسكاربوني هذيك فيها 250 غرام و هاد ديال لا كريم فريش غادي فيها 500 مليليتر شديتهم قسمتهم على جوج حيت النص درتو ابيض والنصف الثاني غادي تشوفو غادي ان شاء الله ندير فيه اللون الازرق راه غادي تشوفو الكولورون كان محطوط تما غادي نخليوها حتى تطلع نخدموها هانتوما غتشوفو شفتو الخليط كيفاش غادي يجي ومن بعد ها غادي ناخذوا لي كاب كيك ديالنا وغادي نزوقوهم غنديروهم في داك الجيب الحلواني وساكا بوش وغادي نبداو نزوقو هكايا انايا المهم زوقت عشوائيا ومن بعد خديت زوقتهم بواحد هكايا واحد هما غادي تلاحظوا كيفاش زوقتهم والنصف الثاني صافي كملته باللون الازرق ها نتوما غادي تشوفوا كيفاش درت ليهم دابا البنات غادي نحضروا واحد المملحات بلي توست كيجيو بحال هكا غادي تشوفوا طريقه التحضير من بعد كيفاش غادي نديروا ليهم غادي نديروا جوج حشوات الحشوه الاولى غادي نديروا فيها السوغيمي هنا خديت 6 هنا خديت جوج بيضات مسلوقين غادي نقطعهم وغادي نقطع السوغيمي خديت هنايا الزيتون ها هو قطعته غادي نديروا فيهم المايونيز وغادي نديروا فيهم الفرماج فخي هكايا كيجبن فرماج فخي هكا غادي ندير تقريبا شي
معلقه كبيره ولا جوج معالق كبار من الفرماج فري وشي جوج معالق كبار من المايونيز. وانتم غادي البنات تشوفوا كيفاش غادي نديروا لهم. غندير لهم الحشوه هذه الحشوه الاولى ومن بعد غادي نديروا حشوه اخرى ان شاء الله. دابا في الحشوه الثانيه غادي ندير غادي نطارتيني بهذا الفرماج. من بعد غادي نحط هذا الطرف ديال هذا الفرماج هكا وغادي ندير شويه لادان فومي. ونفس الطريقه غادي نديروها كنديروا ثلاثه لي توست ومن بعد كنلوها مزيان كنزيروها مزيان. هو خاصها تزير مزيان هكا بالفيلم اليمونتير ومن بعد ندخلوها الثلاجه. اقل حاجه خاصها تبقى في الثلاجه 4 السوايع. هانتوما البنات غتشوفوا كيفاش غادي ندير. البنات من بعد هنا ما تخليهم فلو فري في الثلاجه ديالكم تخليهم واحد 4 ساعات على الاقل. انا كنت خليتهم ليله كامله كنت صوبتهم لافي والغد لي عاد قطعتهم. المهم كنتي تخليهم كتقطعوهم هكا بالطريقه اللي كتشوفوا كيخرجوا لكم كل واحد كيخرج لكم 9 طريفات. كتقسموا على ثلاثة وتعادوا تقسموا على ثلاثة وكتزوقهم كيف بغيتوا. انا شي وحدين زوقتهم بالسوغيمي والطوماط سوغي شي وحدين زوقتهم بالفرماج شي وحدين خليتهم هكاك. كيجي الشكل ديالهم زويون كيجيو بنان وكيجيو زوينين منين كيجيو هكا انيقين. نتمنى البنات انهم يعجبوكم وتجربوهم. انا بعدا جاوني زوينين منين اون بلوس دو سا كيجيو هكا زوينين في الطفل حتى. البنات دابا غادي نتقاسم معكم واحد الطريقه ديال واحد لي غولي هكا كيجيو حتى هما كهدرتهم بلي توست بالبان دومي. كتاخذوا 4 لي توست كتخدموهم بهذه الطريقه كلي كتشاهدوا كيف ما كتشاهدوا في الفيديو كتخدموهم بالمدلك حتى كتبسطوهم مزيان باش يجيو رقاق ويجيو ساهلين هكا في اللوية. غتاخذوا 4 غادي تبسطوهم مزيان. من بعد غادي ديروا لهم الحشوه اللي بغيتوا. انا كنت خديت واحد الفرماج فخي هكايا فيه المعدنوس والثومه ودرت هكا حبوب الشيا درت الفرماج ودرت لادان فومي
وتا هما كديروا ليهم الفيلم اليمونتير وكتزيروهم تا هما مزيان، غادي تشوفوا كيفاش غادي نخدمهم. هي الحاجه اللي خاصكم ديروها هي خاصكم تلاقيو مزيان دوك الجنيبات، تحاولوا تلاقيوهم مزيان وتثبتوهم باش ما يتحلوش ليكم اللي تكونوا تلويو فيهم، وكتخليهم تا هما على الاقل 4 ساعات في الـ في الـ في الـ في الثلاجه ديالكم. انا كنت بيتهم ليله كامله، وغد لي عاد قطعتهم، غادي تشوفوا كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. نتمنى انهم يعجبوكم، نتمنى انكم تجربوهم.
نتقاسم معكم الطريقه اللي غادي ندير بها لي ميني بيتزا. درتهم بلا كروفيت، لا صوص كنت صوبتها هكا، درت فيها زيت العود، الزعتر، لا صوص طوماط، ودرت فيها الملح، البزار، والثومه غبره. شديت الفلفله شحرتها الوان، قطعتها صغيره وشحرتها في هكا شويه زيت العود والملح والبزار والفخوماج الموتزاريلا وصافي. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش درتها، قطعتهم هكا صغيرين باش يجيو زوينين هكايا في الحطه وصافي. غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير. سينو نتمنى انها تكملوا الفيديو حتى الاخر ويعجبكم جميع الوصفات. البنات هذه هنا غنتقاسم معكم واحد لي كرواسون هكا كيجيو كيجيو بلا بات فويتي. درتهم انا عمرتهم بالصومون فومي والفرماج. كتشدو هكا لا بات فويتي كتكون مدوره، كتقسموا على هذه الطريقه اللي غادي نوريكم في الفيديو، وكتحطوا هكايا كتجي زوينه بزاف. كتقدروا ديروا فيها هذا الحشوه اللي بغيتوا، انا غير المهم درت صومون فومي، بغيت نوع هكا في الحشوات. كتقطعوها هكايا بهذه الطريقه، من بعد كتحطوا في الجناب، كتجيو كتحطوا الصومون فيمي، كديروا الفرماج وكتبداو تلويو. وغادي تشوفوا كيفاش غادي الطريقه اللي غادي تلويو بها. انا زوقتهم من بعد، زوقت درت لهم شويه النافع، نو شويه النافع سي، انا ديما عندي مشكل ما بين النافع والسنجلان. مهم ودرتهم بال هكايا باش يتحمروا لينا، درت لهم شويه البيض، خلطتهم مع نيدو، دهنتهم بالبيض ونيدو، ودخلتهم الفران على درجه كنشعلت عليهم من الفوق ومن التحت على 200 درجه. كيجي الشكل ديالهم غزال زويون، وحتى المذاق ديالهم كيجي زوين.
اذا دابا غادي نتقاسم معكم لا غوسيت ديال لي فولوفون اللي تاهما كيتحضروا بلا باتا فويتي اللي كتحتاجوا ليهم لا باتا فويتي وكتحتاجوا ليهم قطعه بحال هكا كيفما كتشاهدوا على الفيديو وكتحتاجوا قطعه اخرى اللي صغار منا اللي حيتاش كتجي وكديروا وحده فوق وحده كتقطعوا كديروا مهم كتقطعوا كتقطعهم كاملين بعدا بهذيك القطعه ابري كتاخذوا قطعه صغيره صغار منا وتقطعوا ديروا الوسط ديالها غادي تشوفوا غتلاحظوا كيفاش غادي ديروا ليها سينو الحشوه البنات انا كشديتها بعدا قبل خاصكم ديروا وحده فوق وحده سيكو غادي الاولى غادي ديروها بالبيض ديال البيض وتحطوا فوق منها هذيك الاخرى اللي غادي تقطعوا بالقطعه الاخرى وغادي تدهنوا كل شيء بصفر البيض مع نيدو كتدخلوهم يطيبوا يتحمروا يطيبوا على 200 درجه دائما لا بات فوتي البنات كتشعلوا لها من الفوق ولا لتحت كيتنفخوا همايا والوسط ديالهم غادي تجيو وغادي ديروا ليهم الحشوه انا كندرت ليهم الطون مع الفخوماج كيجيو بنان والشكل ديالهم البنات كيجي زوين هنا كيجي فريمون الشكل ديالهم كيجي واعر انا هاد لي فولوفو معروفين سينو تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتو انا درت ليهم الطون مع الفخوماج ومن بعد زوقتهم هكا بشويه فخوماج غابي ها نتوما كيفاش كتشوفوا البنات هنا درت البيض ديال البيض وحتى حطيت هذوك الاخرين عاد درت الصفر البيض ودخلتهم للفوغ البنات نتمنى ان الفيديو عجبكم هادو تقاسمت معكم الجزء الاول من التحضيرات اللي درت لحقاش جاني الفيديو طويل ودرت بزاف ديال الغوسيت نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي وغادي نكملوا لي غوسيت اللي غندير ونوريكم هكا الالوان كي دازو ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم بسلامه عليكم.